هذا القول الذي سألت عنه هل هو قول لعمر أما إني على الشاب الناسك من سبع ضار من غلام أمرد يجالسه؟ هذا ليس من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما ذكره البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن بعض التابعين، ولم يذكروا اسم هذا التابعين.